السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم، العملات العربية والعملات الأجنبية والدولار. هنبدأ بالعملات العربية. انخفض سعر الدينار الكويتي مقدار 17 قرش للبيع ومقدار 13 قرش للشراء، واستقر سعر الدرهم الإماراتي بالمقارنة بالتعاملات أمس، وسجل سعر الريال السعودي نحو 4 جنيه 91 قرش للشراء، 4 جنيه 93 قرش للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي 57 جنيه و90 قرش للشراء، 60 جنيه و45 قرش للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيه للشراء 5 جنيه للبيع. أما العملات الأجنبية، سجل اليورو نحو 19 جنيه و34 قرش للشراء، 19 جنيه و55 قرش للبيع. أما الجنيه الاسترليني سجل 23 جنيه للشراء، 23.26 للبيع. أما الفرنك السويسري سجل 18 جنيه و98 قرش للشراء، 19 جنيه و12 قرش للبيع. وسجل الميت ين الياباني نحو 14 جنيه و11 قرش للشراء، 14 جنيه و42 قرش للبيع. أما أسعار الدولار الأمريكي، سجل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي مصري سجل نحو 18 جنيه و47 قرش للشراء، 18 جنيه 55 قرش للبيع. أما السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري للدولار سجل 18.46 شراء، 18.58 للبيع، فيما بلغ متوسط البيع بصفة عامة سجل نحو 18 جنيه 51 شراء، 18 جنيه 59 قرش للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.